مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. شاركت أصالة امبارح ستوري على انستغرام وهي تؤدي مقطع من أغنية بصوتها الراقي والجميل، فمن زمان ما سمعنا صوت أصالة وهي تؤدي أغنية على الستوري، فخلونا نسمع. هذا اللي كان نفسي بي لو تجي صوت وتجمعني بي، فرصة عمر ضيعها لي مش معقول. أما بيسان فتخطت حاجز 3 مليون متابع على انستغرام، ألف مبروك لبيسان. فشاركت مبارحة ستوري مع أنس وشاهدنا ظهور أم بيسان للمرة الثانية من بعد آخر ظهور لإلها قبل أيام ردا على جواني. واليوم معانا حبيبة القلب الأسطورة الفنانة العظيمة أم البيس. خف علينا الفنان عميد. أما جواني فشارك فيديو على يوتيوب مع بنت جديدة راح تظهر معه بفيديوهاته وبمفاجآته القادمة، ووجه كلام غير مباشر عن بيسان بالفيديو. فيديو شوي مهم وبدي أعرفكم على شخص جديد صار معي بالقناة اللي هي تسنيم. هاي، كيفك تسنيم؟ شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. كيفك؟ طبعا يا جماعة تسنيم صارت معنا بالقناة، بتشجع على القناة والحماس والفيديوهات والفيديوهات الحلوة. طبعا يا جماعة كل شيء قبل تسنيم خلاص كان صار، ما اعترف اي واحد منهم خط احمر. وهون نكون وصلنا لنهايه الحلقه، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناه لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول.